هل في حال لو السلطات السعودية اتخذت القرار بفتح الأبواب للحج، هل تتوقع، وأنا بكلمك رجل خبير في السياحة، هل تتوقع إقبال من الناس على أداء الفريضة، ولا الأعداد ممكن تقل عن السنوات الماضية؟ هي طبعا لا، من ناحيه اقبال هيبقى في اقبال، بس طبعا الاعداد هتقل، لان احنا دايما احنا كشعب مصري طبيعتنا احنا كمصريين في الازمات بنبقى نشوف الحته اللي فيها نلجا لربنا، بندور المكان اللي فاسرع حاجه بقى ان انا عايز اروح ايه عند ربنا في يعني ده انا بتكلم الاسلوب البلدي حتى او الفكر العامي، حتى انا عايز اروح عند ربنا في الكعبه، عايز اروح عند الرسول عليه الصلاه والسلام يعني. فهو في اقبال ان شاء الله هيبقى في اقبال، بس طبعا مش بالشكل اللي هو منشود ده، دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هيبقى في أعباء تكلفة غير طبيعية، لأن حتى مثلا لو قلنا كوسائل طيران التأمين بالنسبة للطيران هيختلف تماما، فيبقى في تكلفة. موضوع الحجر يا دكتور هو ممكن على ما أعتقد يعني، وده الرأي الطبي برضه حضرتك، إنه ممكن قبل ما أسافر يستعد بيه بإن أنا أعمل بي سي آر أو أعمل المسحة قبل ما أسافر ونتيجتها، فدي ممكن تكون طب في ما قبل ممكن ناخد السفر. الفيروس في الطيارة. ما هو انا حتى لو عملت حجر قبل ما افهم انا هاخده في الطياره، فالاصل مشكلة يا ان دكتور؟ طالع الطياره نقي، هو انا المفروض ان انا بعتمد ان اللي طالع الطياره نقي. ليه؟ لان لما حط المسحه يبقى كله طلع نظيف، والا انا لو عملت الحجر قبل ما اطلع وطلعت الطياره برضه فانا هاخدها في الطياره. فطبعا في رأي دكتور تامينات يعني. هتبقى جوه الطياره.